لتخيل حيكم ونناقش فيها عقب اعلان عظائم اللجنه عوده الامانه للشعب. الدبيبه يقول ان حكومته لن تسمح لاي طرف بعرقله اجراء الانتخابات وان المفوضيه جاهزه لتنفيذها في حال الوصول لقاعده دستوريه. الدبيبه وفي كلمه امام عدد من المترشحين للبرلمان والرئاسه اكد وجود فرصه وصفها بالتاريخيه لازاحه الاجسام السياسيه عبر الانتخابات، مبديا استعداده للانسحاب في حال التوافق على اجرائها. نناقش كل ذلك حول دلالات استقاله اعضاء اللجنه القانونيه وتاثيرها على خطه الحكومه لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، كما نتساءل عن فرص اجراء الانتخابات في ظل التطورات الاخيره. قبل ذلك نترككم مع نشره اخباريه مفصله وهذه عناوينها مع ازم علي. نعم نبيل، بعد دعوة غوتيريش لاستئناف مسار الانتخابات، دبيبة يعلن عن مبادرة بتواريخ محددة تبدأ بانتخابات برلمانية. عقب استقالة عدد من أعضائها، رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب يقول إنهم مستمرون في العمل رغم الظروف الخطيرة. النيابة تباشر التحقيق في واقعات استئناف مجمع المحاكم بمصر وتمركزات في تمنهنت والفقهاء. تشاركني في تقديم نشرة ليلى مروانش. إذن في نقاشنا اليوم، التجاوزات على الحدود الليبية المصرية تدفع برئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرجب الخطابية إلى مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بوضع حد لبعض الإجراءات من قبل الجانب المصري. فما طبيعة هذه التجاوزات؟ وما الإجراءات المطلوبة من الجهات الليبية للرد عليها؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية سنتعرف آزم عليها مع زميلين حمزة قديش ومازن رجوب. إليكما في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تعيد 16 مليون دولار إلى الدولة بعد استيلاء ممثلين عن شركة ريماكس عليها قبل 12 عاما. وتتابعون معنا في الوقفة الرياضية، اتحاد الكرة يشكل لجنة للإشراف على مسابقة تصميم كؤوس وقلائد المسابقات الرسمية. كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة عن مساعيه لإطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية، موضحا أن مبادرته تهدف لتحديد موعد الانتخابات البرلمان الذي سيضع أساسا للانتخابات الرئاسية، مبينا أنه تواصل مع الأمم المتحدة لسماع رأيها بالخصوص. كما أعرب دبيبة عن استغرابه من تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى أنه كان من الممكن إجراء الانتخابات على أساسه، منوها إلى إمكانية إجراء استفتاء إلكتروني حول رأي الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومشيرا أيضا إلى أهمية دور الأحزاب الغائب حاليا في مجلس النواب. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر العام الماضي في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر بات ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. كما أضاف التقرير الذي نقلته وكالة فرانس بريس أنه يتعين على الليبيين الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تكون حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وبناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه. ودعا الأمين العام كافة الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها زيادة الانقسامات القائمة وإطلاق نزاعات جديدة وتهديد التقدم الكبير الذي تحقق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إن حكومته ترغب في إجراء الانتخابات ولن تسمح لأي طرف بعرقلة أو تمديد هذه المهمة، مشددا على أن أي تغيير يجب أن يتم بطرق سلمية وقانونية وليس باستخدام قوة السلاح وفرض الأمر الواقع. جاءت هذه التصريحات وفق مكتبه الإعلامي خلال مكالمة عبر تقنية الدائرة المغلقة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، بحث الطرفان فيها آخر مستجدات العملية السياسية والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط. من جهتها قالت السفارة الأمريكية أن السفير نورلاند شجع دبيبة على العمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء الانتخابات ودعم الجهود المبذولة لحماية عائدات النفط وتوخي الشفافية في إنفاقها لصالح الشعب الليبي. بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طار السني مع مندوبة الولايات المتحدة ليندا غرينفيلد التي تترأس بلادها مجلس الأمن، بحث الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية وأهمية أن تفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال. كما استعرض السني مع غرينفيلد تطورات الوضع الراهن وتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا، إضافة إلى تأثير الأزمة الدولية الراهنة على البلاد والمنطقة ككل وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم نقل الصراع إلى ليبيا وإنهاء كافة أنواع التدخلات الأجنبية. كما أكد الطرفان بحسب تغريدة للسني أهمية دور أمريكا في دعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة. يستمر المشهد الليبي في إثبات سيولة المواقف كما المسارات، فمع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استئناف مسار الانتخابات وتجديد دعوته بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا، يستمر المسار الانتخابي في الانقسام بين مسارين. الموقف الأممي يبدو مرتبكا فيما يتعلق بمساراته، فبعد دعوة ستيفاني ويليامز قبل أشهر إلى تأسيس قاعدة دستورية بين المجلسين، لم تجد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بأسا في المشاركة في مشاورات القاهرة بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب لمناقشة مواد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة الوطنية التي عبر أعضاء بارزون فيها عن سخطهم من المجلسين ومما أسموه اعتداء على اختصاصات الهيئة وحرمانا للليبيين من ممارسة حقهم في الاستفتاء على مشروع الدستور. مسار المجلسين يبدو مسارا طويلا مقارنة بالمسار الذي يدعو له عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلن اليوم مبادرة لحل الأزمة السياسية بتواريخ محددة، فحواها إقامة انتخابات نيابية وإرجاء الرئاسية ووضعها بيد مجلس النواب المنتخب. المسار الذي يدعو إليه الدبيبة لا يبدو مختلفا عما سبقه من خطة عودة الأمانة إلى أصحابها وتشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين في قضايا القوانين الانتخابية، فأي المسارات سيمضي على حساب الآخر أم إن قدر الناخب الليبي اليوم أن توضع إرادته جانبا إلى حين؟ أفادت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بأن أعضاء لجنة 5+5 اتفقوا على أهمية عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المسلحين في بناء السلام. وقالت ستيفاني ويليامز في تغريدة على تويتر الثلاثاء إن أعضاء 5+5 اتفقوا في اجتماعهم بإسبانيا على ضرورة توحيد الجهود لحفظ الهدوء على الأرض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. في سياق متصل، ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ناقشا المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات والتعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا. جاء ذلك على هامش ورشة العمل المخصصة لوضع خطة لاستيعاب المقاتلين في مؤسسات الدولة والمنعقدة حاليا في مدينة طليطلة بإسبانيا. وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد أكد العابد والستيفاني ضرورة دعم مؤسسات الدولة خصوصا لإدماج الأفراد المنتسبين للتشكيلات المسلحة
في سوق العمل. أفادت وكالة نوفا الإيطالية باستضافة المغرب اليوم اجتماعا لعدد من القادة السياسيين والعسكريين من المنطقتين الشرقية والغربية. ونقلت نوفا عن مصدر خاص أن من بين العسكريين الحاضرين في المغرب صدام وبلقاسم نجلاء خليفة حفتر وعدد من مستشاري ما يسمى القيادة العامة إلى جانب قادة من طرابلس والزاوية ومصراتة. وأوضحت نوفا أنه من المقرر عقد جولة ثانية موسعة من اجتماع مونترو بمشاركة الأحزاب السياسية وقادة عسكريين عقب اجتماعات المغرب الحالية. الجدير بالذكر أن منظمة الحوار الإنساني نظمت اجتماعا غير رسمي يومي 13 و14 من مايو في مونترو بسويسرا بين العسكريين من برقة وطرابلس حسب وكالة نوفا. كما نقلت وكالة نوفا عن مصدر حكومي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة حين اجتمع مع قادة عسكريين في مدينة طرابلس. ووفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية عن المصدر الحكومي نفسه الذي لم تسمه أن اجتماع دبيبة الثلاثاء ضم آمر الكتيبة 166 محمد حصان وآمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار شحاوي دون أن تكشف تفاصيل إضافية. وفي وقت لم يتسنى نقل تفاصيل الاجتماع أو تنشر عنه منصات الحكومة حتى هذه اللحظة، قالت وكالة نوفا أن الاجتماع جاء بالتزامن مع المعلومات المتداولة عن تحذيرات عسكرية لدخول العاصمة وفق تعبيرها. معي عبر الأقمار الإصطناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي محمد محفوظ. أهلا بك معنا سيد محفوظ. كيف ترى مبادرة دبيبة وطرحه وتزامنها مع ما يقوله ويحذره غوتيريش؟ مساء الخير، تحية لك آزم ولمروة وأيضا للمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنها مبادرة جاءت متأخرة إلى حد ما، وهي أيضا تأتي اتباعا لكلام دبيبة فيما سبق الذي شكل لجنة عودة الأمانة، والتي الآن بدأ واضحا كم التصدع الموجود فيها، وأيضا مسألة أن هذه اللجنة لم يخرج منها شيء إلى حد الآن. نحن نؤكد على أمر هام، أن الأمر إجراء الانتخابات ليس مسؤولية السلطة التنفيذية. لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجري انتخابات. السلطة التنفيذية تنفذ لوجستيا ما يطلب منها من المفوضين العليا للانتخابات، لكن إرادة وتأهيل البلاد للانتخابات هي مسؤولية مشتركة بين السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وشريكي في الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة. إذن هذه كلها تظل مجرد أقاويل، تماما مثل أقاويل فتحي بشاغة الذي دائما ما يخرج ويقول أنه سيستطيع إجراء انتخابات بعد 14 شهرا أو بعد المدة التي منصوص عليها في خارطة طريق البرلمان والتعديل الدستوري 12. هذه كلها تظل تصريحات دبلوماسية، هذه كلها تظل في إطار أنه موعد إنهاء نهاية خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية الشاملة سنصل 21 يونيو، وبالتالي الحديث الآن ما هو مستقبل الحكومة. لكن الأمر الذي يجب أن يصل للجميع، إذا كان موعد 21 يونيو هو موعد انتهاء مرحلة خارطة الطريق جنيف، وهو موعد انتهاء حكومة دبيبة، فبالتالي في هذا الأمر نجد أن أيضا خارطة الطريق نصت أن يرحل الجميع. الحديث عن رحيل الحكومة فقط دون الحديث عن مستقبل مجلس النواب ومجلس الدولة هو عبارة عن اصطياد في الماء العكر، هو عبارة عن الانتقائية في تطبيق هذه الخارطة، وهو الأمر الذي لا يمكن السماح به، لأن الحديث أعتقد الآن أصبح يعلو شيئا فشيئا من خلال المسارات المفتوحة أمميا، سواء من مسار مونترو أو بوزنيقة الذي سيعقد امتدادا لمونترو، أو حديث أنتوني غوتيريس اليوم لفرانس بريس. طيب، على أمام تعدد هذه المسارات التي ذكرتها سيد محفوظ، وخصوصا فيما يتعلق بالحد الأخير بحسب الاتفاقية جنيف وغيرها فيما يتعلق بحكومة دبيبة وأيضا رحيل الأجسام الأخرى، ما الحل الأقرب اليوم في إطار كل ذلك؟ ليس هناك حل قريب وحل بعيد أزم، الحل هو يجب أن يكون ككتلة واحدة كحزمة واحدة. الحديث عن إنهاء مشكلة السلطة التنفيذية
وإنهاء هذا الجدل الدائر على مستقبل الحكومة دون الحديث عن مستقبل القاعدة الدستورية، ودون الحديث عن مستقبل القوانين، ودون الحديث عن خارطة زمنية محددة لإجراء انتخابات، هو أن كأننا نريد الكرة أو نعيد الكرة في تكرار تجربة أننا أنشأنا حكومة دون أن يكون لنا قاعدة دستورية. الآن الأمر الذي يجب أن يعلم الجميع أنه مستقبل الحكومة وهذا الصراع الدائر لن ينتهي بتاتا لطالما استمرت مشكلة القاعدة الدستورية تتقذفها مجلسي النواب أو يتقذفها مجلسي النواب والدولة. هذا الأمر الأول. إذن الحل، وردا على سؤالك، يجب بشكل سريع وكمرحلة أولى إنهاء الجدل الدائر في مشكلة القاعدة الدستورية والقوانين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن أصبح لدينا إدراك واضح أنه لا يمكن لحكومة بشاغة أن تجر انتخابات، كما لا يمكن لحكومة دبيبة أن تجر انتخابات. بعد أن تنهى قضية القاعدة الدستورية وقضية القوانين وقضية أن يكون لدينا إطار زمني محدد لإجراء انتخابات، أعتقد أنه سيكون هناك تفكير جدي لأن تكون هناك سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها واضحة هي الذهاب بالبلاد إلى الانتخابات. عدا ذلك أعتقد أنه سيكون تكرار نفس الأخطاء التي وقعنا فيها عندما تم إقرار تونس جنيف، عندما تم تشكيل سلطة تنفيذية ولم يكن لنا في ذاك الوقت قاعدة دستورية، ولم يكن هناك موعد حقيقي في 24 ديسمبر يبنى على أساسات واضحة، لا أن يكون موعدا مبنيا على الأوهام وعلى الخرافات. طيب، ما دلالات هذه الاجتماعات التي تكررت في عدة مناسبات مع الشخصيات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في المغرب، إسبانيا، قبلها سويسرا، وهناك تفاصيل نشرتها أيضا وكالة نوفا، إلى جانب اجتماعات دبيبة مع شخصيات أمنية في طرابلس، توقيتها ودلالاتها؟ هذا السؤال لازم، السؤال الصوت عندي فيه مشكلة. نعم سيد محفوظ، هل أنت في استماع الآن؟ هل تستمع لي جيدا؟ في قطاع. تمام سامعك. سامع. السؤال كان حول هذه دلالة الاجتماعات مع شخصيات أمنية وعسكرية في المغرب وإسبانيا، قبلها أيضا سويسرا، وأيضا اجتماعات بحسب وكالة نوفا مع دبيبة مع شخصيات أمنية في طرابلس، ما توقيتها؟ ما القراءة في هذا التوقيت وما الدلالة؟ الدلالة أن مركز الحوار الإنساني HD والذي يحظى بدعم بعض الدول الإقليمية ربما من بينها الولايات المتحدة، هم الآن يحاولون السير في مسار موازي لمسار اجتماعات القاهرة بين القوى الفاعلة على الأرض، القوى العسكرية التي تسيطر على الأرض في حقيقة الأمر، لأنه مسألة المراهنة على اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة في أن يخرج منهم شيء إيجابي بشكل قطعي، أعتقد أنه رهان قد يخيب، خاصة بعد الكم الكبير جدا من الإخفاقات التي عملها مجلس النواب والدولة والحوارات والاتفاقات التي جرت فيما بينهم، سواء كانت في الغردقة أو في بوزنيقة أو في منقص المناصب السيادية أو في عندما تم كان هناك إرادة لتعديل اتفاق الصخيرات وغيرها من المشاورات. لذلك الآن أعتقد أنه أن يضع الكرة في سلة واحدة أو البيض في سلة واحدة أمر أصبح لا ليس معولا أساسيا للبعثة أو حتى لمركز الحوار الإنساني الذي كان له دور واسع فيما سبق في إدارة الحوار. كما يعلم الجميع مركز الحوار الإنساني كان هو اللبنة الأساس لحوار غدامس الذي كان يفترض أن يتم إجراءه قبل الحرب على طرابلس. ولذلك القراءة الواضحة من هذا الأمر أنه إذا لم يتفق مجلسي نواب الدولة في القاهرة، وأعتقد أن الجولة القادمة ستكون هي الجولة النهائية والحاسمة لإخراج ما يتم إخراجه سواء عن طريق تعديل دستور أو غيره، لأن الحديث عن هذا الأمر يحتاج إلى وقت آخر أو وقت طويل، مهما كان هذا المخرج، إذا لم يكن هناك توافق أو لم يكن هناك شيء إيجابي يخرج من مجلس النواب والدولة، فنحن نعتقد أو هناك رسالة واضحة، وهذه رسالة قد تم توجيهها بشكل واضح من قبل ريتشارد نورلاند عندما التقى عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة قبل أن تبدأ جولة المفاوضات السابقة، بأن موعد 21 يونيو هو الموعد النهائي لأن يخرج شيء إيجابي أو أي شيء من مجلسي النواب والدولة. لهذا نحن يعني قلنا أنه الجولة القادمة التي ستعقد في 11 يونيو القادم نحن نعتقد أنها الجولة النهائية، ومسار مونترو الذي سيكون في المغرب أعتقد أنه سيكون مسارا بديلا
بشكل أو آخر في حالة فشل هاتين اللجنتين. الباحث في الشأن السياسي محمد محفوظ، شكرا جزيلا لك. قالت لجنة عودة الأمانة للشعب إنها مستمرة رغم الظروف الأمنية والسياسية التي وصفتها بالخطيرة، معلنة عقدها اجتماعها السادس الثلاثاء بحضور 16 عضوا لبحث المهام الموكلة إليها. إن اللجنة مستمرة في عملها لدعم الانتخابات بشكل اعتيادي رغم الظروف السياسية والأمنية الخطيرة، وهي تعقد في هذا الأثناء اجتماعها العادي السادس بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 بمشاركة أعضائها 16. تبدي اللجنة استهجانها من بعض وسائل الإعلام التي تنشر خطاب الكراهية سعيا لتضليل الرأي العام الليبي حول استقالة بعض أعضائها. في سياق متصل، قالت لجنة عودة الأمانة للشعب إن 3 أعضاء فقط من أعضائها تقدموا بالاستقالة، مضيفة أن استخدام لفظ استقالة جماعية يعد تعبيرا خاطئا استخدم في محاولات التشويش على عمل اللجنة، ومؤكدة استمرارها في العمل على إجراء الانتخابات. تبين اللجنة أن تعبير استقالة جماعية الوارد في نص استقالة الأعضاء الثلاثة لا يعبر عن إرادة كل أعضائها الآخرين وعددهم 16 عضوا، وقد جرى توظيف هذا التعبير الخاطئ في محاولات التشويش على أعمال اللجنة. إن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن هو الهدف الأسمى من عمل اللجنة، ويستمد شرعيته من رغبة كل الليبيين في إجراء وخوض الانتخابات. عودة الأمانة للشعب، وما أدراك ما عودة الأمانة للشعب؟ عنوان لخطة تتكون من عدة مسارات، خطة كان من المفترض أن تقود لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو القادم، أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة قبل أشهر مضت. على إثر ذلك شكلت دبيبة لجنة تتكون من 20 شخصية من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها، والتواصل مع المفوضية العليا ومكونات الشعب والخبراء والشخصيات الاعتبارية من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء العملية الانتخابية. هذه اللجنة أعلن 4 من أعضائها في بيان صادر عنهم استقالتهم في إطار ما اعتبروه تصحيحا للمسار وعودة للقواعد الشعبية للعمل معها، قائلين إن الاستقالة جاءت بعد التأكد من أن اللجنة لن تحقق أيا من أهدافها إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. المحامي سامي الأطرش وهو أحد الأعضاء المستقلين أكد أنهم تواصلوا مع حكومة الوحدة مرات عديدة قبل إعلان الاستقالة ولكن دون جدوى. الأطرش اتهم في تصريحه الحكومة بعدم الجدية تجاه ملف إجراء الانتخابات، قائلا إن اللجنة منذ تكليفها أواخر مارس الماضي لم تجتمع سوى 4 مرات فقط. أما العضو المستقيل الآخر فيروز النعاس فقالت إن من بين أسباب الاستقالة عدم مناقشة خطة وهيكلية العمل المقترحة، إضافة إلى الإعلان عن مقترح يخص الانتخابات باسم اللجنة لم يطرح أو يناقش في اجتماعات اللجنة بأي شكل، مشددة على أنها ترفض أن تكون مجرد اسم في لجنة لا عمل حقيقيا لها، أو أن يستغل اسمها في طرح أفكار لم تشارك في وضعها على حد تعبيرها. أما رئيس اللجنة أشرف بلها فقد أكد أنهم مستمرون في عملهم بشكل طبيعي، وأن هناك 3 أعضاء من أصل 20 عضوا تقدموا بطلب الانسحاب من اللجنة، مضيفا أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة إلى استلام كافة المقترحات الأخرى، وأن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء. استقالات من لجنة كانت حكومة الوحدة الوطنية تعول عليها في إجراء الانتخابات قد تلقي بظلالها على سردية المشهد السياسي المنقسم أصلا،
خاصة في ظل قرب انعقاد اللقاء التشاوري الثالث في القاهرة بين لجنتي النواب والدولة، والذي من المفترض أن يضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين المجلسين على شكل وكيفية وموعد الانتخابات القادمة. ولا شك في أن من بينها إنشاء حكومة جديدة بحسب التسريبات. أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء. وأعلن مكتب النائب العام مباشرة التحقيق الابتدائي في واقعة انضمام 7 متهمين إلى ما يعرف بتنظيم الدولة وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة. كما أسفرت التحقيقات عن صحة ارتكاب أحد المتهمين لواقعة قتل 13 مجنيا عليه والشروع في قتل عدد من العاملين في منطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء. بعد مضي سنوات على هجمات تنظيم الدولة على مجمع محاكم مدينة مصراتة وكذلك على نقاط تمركز تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء، أخيرا اكتملت التحقيقات مع عناصر التنظيم المقبوض عليهم ورفعت النيابة العامة الدعوى العمومية في حقهم. هذه الأحداث المنفصلة من حيث الزمان والمكان وراءها 7 متهمين مقبوض عليهم من التنظيم نفسه وفق مكتب النائب العام الذي أكد قيام الدليل الكافي على صحة قتل 4 أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مصراتة والشروع في قتل 38 آخرين قاصدين بذلك قتل الناس جزافا والاعتداء على سلامة الدولة. أما الهجمات على تمنهنت وواحة الفقهاء فنتيجة التحقيقات أكدت أيضا صحة ارتكاب أحد المتهمين لواقعة قتل 13 شخصا والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في المنطقتين وفق ما كشفه النائب العام. وسبق هذا الإجراء أن رفعت النيابة قبل عام أيضا دعوى جنائية ضد 54 عنصرا من التنظيم إلى القضاء لمحاكمتهم لتبدأ قضايا عدة تطوي صفحات مأساوية كتبت بدماء ضحايا تفجيرات ومفخخات وهجمات انتحارية يأمل الليبيون أن تبقى ذكرى وأن لا تعاد مجددة. معي في الاستوديو هنا من اسطنبول المحامي المهدي كشبور، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني هي أحداث منفصلة من حيث الزمان والمكان، إذن قانونيا ما الذي تعنيه مسألة رفع الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي هذه الهجمات؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو عندما ترتكب جريمة ما تبدأ الجهات الشرطية في إجراءات الاستدلال مع المتهمين أو التحقيق المبدئي في الواقع بحيث معرفة المتهمين أو المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الأفعال. هذه الجرائم تختلف مدد الحبس الاحتياطي فيها حسب نوع الجريمة. الجرائم التي وردت في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بجرائم التمس بأمن الدولة يعني لها مدد طويلة نسبيا لجهات الاستدلال وتأخذ تقريبا 60 يوم. بعد 60 يوم الأجهزة الضبطية تقوم بحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لفتح تحقيق تفصيلي في الواقع، والنيابة العامة لها أيضا مدد تختلف بحسب نوع الجريمة في الحبس الاحتياطي. بعد تجاوز هذه المدد تذهب إلى القاضي مد الحبس بحيث يمدد لها مدد الحبس، يعني النيابة لديها صلاحية تمديد في فترات محددة ومن ثم تنتهي صلاحية النيابة العامة في هذا التمديد. تقوم النيابة العامة بطلب من القاضي مد الحبس بتمديد الحبس لهؤلاء المتهمين لأن التحقيق ربما لم يستوفى بعد أو ضبط الأدلة لم يتم بشكل كامل. بعد أن تقوم النيابة باستيفاء هذه الإجراءات تقدم المتهمين للقضاء بمذكرة اتهام
تسرد فيها الأدلة على اتهام هؤلاء، وأيضا ترفقها بهذه المذكرة بنصوص المواد التي تنطبق عليها النصوص التجريمية التي تنطبق عليها هذه الأفعال، بالإضافة إلى مبرزات الجريمة وما إلى ذلك، ومن ثم تبدأ المحكمة في إجراءات التقاضي. إذا كانت هذه الجرائم جنح فيقاض أمام محكمة الجنح في المحاكم الابتدائية، أو إذا كانت جنايات أمام محكمة الجنايات. في هذه المراحل المتهم يمر بعدة أوصاف قانونية. نعم سيد مهدي، دعنا ربما نعود قليلا إلى خصوصية هذه القضايا بالتحديد. تحدثت عن مدد، ربما تحدثت عن مراحل معينة يجب أن تمر بها هذه القضايا. ماذا عن هذه القضايا التي نتحدث عليها اليوم؟ هل أخذت مددها الطبيعية أم أن هناك ربما استسهال أو تأجيل أو مماطلة في الموضوع؟ هو الحقيقة يعني ليست في هذه الجرائم فقط، يعني هذه الجرائم والعديد من شبيهات هذه الجرائم تم حبس المتهمين أو المشتبه فيهم. متى يصبح المتهم يطلق عليه لفظ متهم؟ عندما تقدمه النيابة العامة إلى القضاء بمذكرة اتهام. قبل إصدار مذكرة اتهام يكون اسمه مشتبه به. هؤلاء المشتبه بهم يعني سجنوا أو تم إيقافهم لسنوات، وهذا بالتأكيد مخالف القانون. لا يوجد قانون يبرر حجز حرية إنسان لسنوات دون تقديم العدالة، كائن من كان مهما كانت هذه الجريمة. بغض النظر عن نوع الجريمة، هذه من حقوق الإنسان الدستورية والتي ندافع عنها حفاظا على حرية المجتمع ككل، وبالتالي وليس دفاعا عن متهم دون متهم. وبالتالي هذه المدد هي مدد غير قانونية. الإجراءات التي تتم خلال مدة غير قانونية هي إجراءات بالتأكيد غير قانونية، وحتى الأدلة أو الاعترافات التي يتم سحبها في تلك الفترة تعتبر غير قانونية، وبالتالي المحكمة تستبعدها. تلجأ النيابة العامة أحيانا إلى اتخاذ إجراءات عندما يعرض عليها المشتبه فيه في قضية ما ويكون مدة الحبس الخاصة به مدة باطلة، تقوم النيابة العامة بالإفراج عنها في لحظة التحقيق وإعادة حبسه مباشرة، وهذا إجراء يسمى إجراء تصحيحي، ونحن كحقوقيين نسموه إجراء ترقيعي، لأن في المقابل صحيح أنت صححت الإجراء، ولكن في المقابل هناك جريمة وهي حجز حرية إنسان بدون سند قانوني أو بتجاوز المدة القانونية، وهذه مجرمة في قانون العقوبات، وبالتالي على النيابة العامة إذا ما صححت الإجراء ولاحظت وجود تجاوز للمدة القانونية أن تقوم أيضا بتقديم من حجز حرية هؤلاء بدون تقديمهم إلى العدالة، أن تقوم بتقديم هؤلاء أيضا إلى العدالة حتى تستقيم أو يستقيم ميزان العدالة بين طرفيه. نحن لا نتحدث عن شخص ارتكب جريمة أو لا، هذا ما يقرره القضاء في أحكام. المبدأ لدينا هو أن المتهم لو أنت تتحدث عن هذه الواقعة إدانة. فقد تم فعلا عفوا منك أزم إثبات أن هناك أحد المتهمين قام بارتكاب هذه الواقعة وقتل فعلا 13 شخصا، لا نستطيع أن نقول أن ثبت لأن الإثبات لا يكون هذه نتيجة تحقيقات. الإثبات لا يكون إلا بحكم قضائي. الأصل لدينا وهذا مبدأ دستوري ونص عليه في الإعلان الدستوري وحتى في مشروع الدستور ودستور 51 وحتى الإعلان الدستوري اللي أصدر القذافي وحتى في بعد إلغاء الإعلان الدستوري وعندما كانت ليبيا بدون دستور، هذا المبدأ هو مبدأ دستوري محترم، وهو أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. هناك أدلة قوية تشير بأصابع الاتهام إلى هذا المشتبه به الذي تحول إلى صفة المتهم، نعم هذا يستدعي حبسه وأن يقدم إلى القضاء محبوسا، ولكن أن نصفه بأنه ثبتت وهذا وصف غير قانوني. الوصف القانوني هو أن هناك أدلة قوية تشير إلى ارتكاب هذا الشخص لهذا الجرم، وعلى المحكمة هي من تفصل في براءة المتهم من عدمه. عندما تحكم المحكمة بإدانة هذا المتهم عندها نستطيع أن نقول أنه فعلا جاني وثبت عليه. قبل صدور الحكم كل المتهم كل أي متهم هو بريء إلى أن تثبت إدانته. طيب وهذا عملية رفع الدعوة هي بداية هذه الإجراءات لنصل إلى عملية رفع الدعوة هي تقديم مذكر اتهام إلى المحكمة وتأخذ يحدد لها رقم في المحكمة الجنايات إذا كان فعل جناية وفي محكمة الجنح إذا كان فعل جنحة، ويحدد له جلسة ويبدأ المتهم يقدم أمام القضاء وتدافع النيابة العامة عن
اتهامها، وأيضا في الجنايات وجوب بحضور محامي مع المتهم إذا كان المتهم عين محامي لنفسه، محامي خاص أو من المحاماة العامة كان بها، وإلا المحكمة تقوم بتكليف محامي له من قبل الإدارة، إدارة المحاماة العامة، وبالتالي يتحقق ميزان العدالة عبر طرح الأدلة وإثباتات العكس، وتتحقق المحكمة في النهاية وتحدد ما إذا كان هذا المتهم مدان أو غير مدان. المحامي المهدي كشبور، شكرا جزيلا لك. العفو. بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع النائب العام صديق السور وضع اللجان المختصة التابعة للنيابة بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والوقوف على معاملة النزلاء داخلها. وأطلع السور المنفي خلال لقائهما اليوم الثلاثاء على عمل النيابات وتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها بحسب مكتب إعلام الرئاسي. ومن جهتها أشاد المنفي بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه. استضافت رئاسة الأركان الجوية ممثلي دول مبادرة 5+5 دفاع في إطار برامج المبادرة التي تحوي 50 تطبيقا عسكريا سنويا، حيث نظم مركز السيطرة الجوية أعمال تمرين البحث والإنقاذ والذي سيجري في الفترة بين 23 إلى 26 من مايو بمدينة الجرامولي. هذا ويشارك في التمرين كل من الجزائر وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمغرب وإسبانيا وتونس، فيما سجل غياب كل من موريتانيا والبرتغال. تتمثل مشاركة رئاسة أركان القوات الجوية في فريق البحث والإنقاذ في تمرين يسمى المنقذ 22، وهو عملية بحث عن طيار يقفز من الطائرة في منطقة التدريب، يتم البحث عنه بعد إتمام إجراءات التبليغ إلى الجهات ذات العلاقة وبالمشاركة مع هيئة العمليات وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الطب العسكري. أعلن اللواء 444 قتال مداهمة 6 أوكار تتخذها العصابات الخارجة على القانون للخطف والتهريب ببن وليد. وقال المكتب الإعلامي للواء في صفحته بفيسبوك إن مفارز لواء انتشرت في جل مناطق المدينة وسط ترحيب الأهالي ودعمهم وفق قولهم. وأكد المكتب الإعلامي القبض على أحد المطلوبين في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه العمليات تأتي لغرض أو لفرض الأمن وحفظ الاستقرار وبسط قوة الدولة ودعم مؤسساتها على حد تعبيرهم. أما الآن مشاهدينا فجولة في أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل حمزة قديش. تفضل حمزة. شكرا لكما. أكد السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصالحهما، مشددا حرص بلاده على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء الدوسري مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيد بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد، والذي جرى من خلاله مناقشة سبل التنمية وتطوير الاستثمارات القطرية بليبيا وتنظيم الملتقيات على المستوى الإقليمي بالتعاون مع الدولة الليبية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة تريد التوسع بالعلاقات التجارية مع تركيا في جميع المجالات كالاستثمار في المصارف التجارية والبنية التحتية والصناعية وتطوير القطاع الصحي. الدبيبة وخلال كلمة له الاثنين بالملتقى الليبي التركي لرجال الأعمال والصناعيين بتجوراء أشار إلى أن ليبيا ستعمل على الحفاظ على حقوق المستثمرين عن طريق القوانين المصرفية، لافتا إلى شروع الحكومة في إعطاء القروض للمستثمرين في حالة الشراكة الليبية التركية، مضيفا أن المطارات الليبية تشهد يوميا أكثر من 8 رحلات جوية إلى تركيا، ما يدل على قوة العلاقات التجارية بين البلدين على حد قوله.
أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار إعادتها مبلغ 16 مليون دولار إلى الخزينة العامة للدولة الليبية. كان ممثل شركة ريماكس العالمية المختصة في التسويق العقاري ومحاميه قد استوليا عليها بطرق غير قانونية عام 2011. المحفظة وفي بيان لها الثلاثاء أشارت إلى أن المحكمة العليا في ألمانيا أصدرت حكمها في القضية التي رفعتها والذي خلص إلى إدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات مع إلزامهما بإرجاع المبلغ المالي وقيمة الضمان في خزينة المحكمة على ذمة القضية مع دفع المصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بشأن بعض الدعاوى القضائية. كما تم في الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس مناقشة مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، حيث تم تأكيد ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع التشريعات النافذة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بمؤسسة الاستثمار بشأن الجهات التابعة لها والتنسيق مع ديوان المحاسبة حول هذا الشأن. اتفقت حكومة الوحدة الوطنية على جملة من الإجراءات الإدارية والفنية التي تسهم في تسريع خطة المؤسسة الوطنية للنفط. جاء ذلك خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط وفق البنود المعتمدة بها بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارتي المالية والتخطيط بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط عن أن مستودع سبها النفطي قام بتوزيع شحنات من اسطوانات غاز الطهي على المواطنين بشكل مباشر. وأشارت الشركة إلى أنه قد تم توزيع حوالي 2700 اسطوانة غاز على 5 بلديات من المنطقة الجنوبية وهي مرزق والقطرون وملرانب وسبيطات وتراغن، وذلك ضمن خططها لتوزيع الغاز لكافة مدن ومناطق البلاد للقضاء على السوق السوداء الذي وصل سعر الاسطوانة الواحدة فيه إلى أكثر من 50 دينارا مقابل 2 دينار فقط للسعر الرسمي من مستودعات لبريغا. انطلقت الاثنين بالصالة الكبرى بالمدينة الرياضية طرابلس فعاليات المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل، والذي ستستمر فعاليته إلى الخميس المقبل بمشاركة 4 دول متخصصة في هذا الشأن وهي تركيا وتونس وفرنسا وإيطاليا. على أرض الصالة الكبرى بالمدينة الرياضية طرابلس انطلقت فعاليات المعرض الأول للشحن وخدمات التوصيل بمشاركة واسعة للعديد من شركات الشحن المحلية والدولية. فكرة حلوة ما شاء الله، حتى فوجئت بالتنظيم اللي داروه إدارة المعرض، تنظيم مشكورين عليه. يعني دائما أول معرض بيكون، لكن ما شاء الله وكان بروفيشنال يعني الحمد لله، وطبعا كويس يعني الناس تعرف شنو هو الشحن، مش تعرف شنو من ناحية اقتصادية حتى هو البلد كويس، شركات الشحن تخش، انت عارف تو احنا في ليبيا اكثر حاجة عندنا الشحن ماشي جاي ماشي جاي، بالذات اللي جاي. طبعا احنا مالناش للاسف بلد صناعية، لكن لو تجي تشوف الشحن اللي جاي تلقى ما شاء الله يعني، فالناس تعرف تاخذ فكرة عن الشحن شنو هو في ليبيا يعني. المعرض الاول من نوعه في هذا المجال والمختص بالشحن البري والجوي والبحري، بالاضافة الى مشاركة شركات خدمات التوصيل المحلية، يشهد أيضا مشاركة دولية من الجانبين التونسي والتركي نظرا لحجم التعاملات الاقتصادية الكبير للبلدين مع ليبيا. محتاجين للنوع هذا من المعارض تعطي فكرة جيدة عن الوضع في ليبيا وعن الحركة الاقتصادية وأن الحياة بدأت للعودة من جديد، وإحنا فرحانين جدا بهذا المنشط الاقتصادي، يحرك العديد من الأنشطة الأخرى المصاحبة والمساهمة، منها الأنشطة التجارية ومنها الأنشطة البحرية. في الحقيقة معرض جيد، وأنا سعيد وفرحان بالجهة المنظمة والزوار، كيف ما تلاحظ كلهم ناس متخصصة في المجال. المعرض الأول للشحن مثل فرصة للشركات العاملة بالمجال للتعريف بنشاطاتها للرفع من مستوى التعاملات التجارية. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى زميلين مروة وأزم. شكرا لك حمزة.
طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بالخطابية حكومة الوحدة الوطنية بوضع حد للتجاوزات التي تحدث على الحدود الليبية المصرية من الجانب المصري. واعتبر بولخطابية في تصريح للأحرار بعد تصرفات من الجهات الأمنية المصرية اعتبرها إهانة في حق المواطن الليبي، مطالبا بضرورة إيجاد حلول حقيقية للمعاناة التي يواجهها المواطن الليبي الذي يسافر إلى مصر سواء للعلاج أو الزيارة. إن كان لك أنت مواطن واخذ 2000 و 3000 جنيه تبي تعالج تدفعها في جمرك وترجع، وإن كان تأخرت حتاخذ غرامات ب 800 دينار. احنا ما ضد القانون، لكن على كل حال نحن نبو مساعدة ومع آخر إلى جانب قلة الاحترام والعطلة. العطلة في الانتظار وفي كذا يتلذذ في العطلة في عطلة المواطن. إذن للتعرف على تفاصيل الموضوع معنا عبر سكايب من طبرق مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح معيوف. مرحبا بك سيد معيوف. إذن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بولخطابية تحدث عن ربما تجاوزات أو تصرفات مهينة كما وصفها من الجهات الأمنية المصرية في حق المواطن الليبي عندما يسافر للعلاج في مصر أو السياحة، فما نوع الممارسات أو التجاوزات التي رصدتموها في هذا الصدد؟ نعم، جاءت استغاثة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بالخطابية بعد صمت واضح للأسف من كل المسؤولين تجاه المعاملة السيئة التي يتعرض لها المسافر الليبي عبر منفذ مساعد وعبر منفذ السلوم. الحقيقة كل المعاملات السيئة التي يتعرض لها المواطن البسيط، المواطن الذي يتجه للعلاج أو ربما للدراسة. ليس هنالك الكثير من المسافرين لغرض السياحة، هنالك رسوم تفرض على المسافر الليبي بأرقام ربما أقول خيرية، وصلت حتى الدفع بالدولار على كل مسافر حتى أن كان رضيع أو صغير في السن. يعني هذا أثقل حقيقة كاهل المواطن الليبي، وأصبح المعاملة السيئة تزداد بين الحين والآخر. نحن لا ننكر دور مصر دائما حقيقة في وقوفها مع الشعب الليبي، ولكن ما يتعرض له المواطن المسافر الليبي الذي يقصد مصر برا جاء طبعا على كتاب من مباحث الجوازات التي اجتمعت مع السيد رئيس المجلس التسييري، وجاءت الاستغاثة من السيد عميد البلدية بعد انتظار من كل المسؤولين للأسف الذين يسافرون عبر البر ولكنهم لا يشاهدون ما يتعرض له المواطن الليبي أثناء دخوله لمصر. وحقيقة نحن يعني المجلس التسييري نحن نعرف مدينة أو بلدية طبرق تعتبر من البلديات المجاورة لمصر مع بلديتي مساعد وبئر الأشب، والاستغاثة لا زالت مستمرة والدعوة إلى المسؤولين الليبيين على كل المستويات للتدخل. واضح سيد معيوف، لكن دعنا الآن ربما نرصد أسباب وقوع مثل هذه السلوكيات ضد المواطن الليبي في مصر. هو الأسباب أو السلوكيات التي تحدث هو نتيجة عن سقوط المسؤول الليبي الذي لا يدافع عن الليبيين ولا يعني أي اهتمام من مقابل المسؤول الليبي. جاءت يعني مقابلة بالمثل بأن يهان المواطن الليبي، ولو يعني أخذت إجراءات من المسؤول الليبي المعاملة بالمثل لا شاهدنا معاملة ستكون جيدة ومناسبة للمواطن الليبي. ولكن المسؤول الليبي لم يعامل المسافر المصري بالمثل ولم يقف مع المسافر الليبي، نتج عنها هذه الرسوم الكثيرة جدا التي يتعرض لها المواطن الليبي والمسافر الليبي المسافر المصري لغرض العلاج أو الدراسة. يعني تحدثت ربما عن تقصير في المسؤول من جانب المسؤول الليبي في فرض معاملة بالمثل بين المواطن الليبي والمواطن المصري الذي يزور ليبيا، فأي مسؤولية بالتحديد تطالب بها المسؤول الليبي حكومة أو ربما أي جهة قد تكون حكومية مسؤولة عن هذا الموضوع؟ نعم نعم نعم، هو سؤال مهم جدا. ربما أقرب وزارة هي وزارة الخارجية الليبية التي يجب أن تتدخل في عجالة، وقد تحدث رئيس المجلس التسييري مع وزيرة الخارجية مباشرة وجها لوجه وتحدث معها عندما جاءت إلى مدينة طبرق للقسم،
القانوني تحدث معها مباشرة وقال لها يجب أن تقفي مع المواطن الليبي المسافر وأن يعني تسهل كل الإجراءات، يعني حتى سيارات الأسعاف منعت من السيارات الليبية منعت من الدخول، والتي تحمل مرضى ليبيين وتوفي الكثير منهم أثناء نقلهم من السيارة الليبية إلى السيارة المصرية. يعني هذا الحقيقة لا يصر حبيب أو عدو زي ما يقولوا، ولكن الكرة الآن في ملعب وزارة الخارجية الليبية. واضح، شكرا لك مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح معيوف، كنت معنا مباشرة من طبرق. أما الآن فإلى جولة في أهم الأخبار الرياضية مع زميل مازن جوبا، إليك مازن. شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بالإسكندرية تحضيرا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا الاستوائية في مستهل تصفيات أمم إفريقيا 2023. تحضيرات المنتخب دخلت مراحلها الأخيرة بقيادة الفرنسي مارتينز الذي يعمل على صنع الانسجام بين لاعبيه في أول محك له منذ تسلمه مهمته كمدير فني للمنتخب الأول. هذا وشاهد المعسكر التحاق المدافع سند الورفلي بزملائه ليتبقى فقط وصول المحترفين لاكتمال المجموعة في بنغازي التي تستضيف اللقاء الأول لمنتخبنا ضد بوتسوانا مطلع يونيو القادم. شكل الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة للإشراف على مسابقة تصميم كؤوس وقلائد المسابقات الرسمية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد. اللجنة المشرفة على المسابقة يترأسها نائب رئيس الاتحاد خميس آدم بوجود مجموعة من الفنانين كعبد الرزاق الرياني ومحمد مليطان ومحمد البرناوي وفوزي الصويعي، بالإضافة إلى تركي محمد ووليد الساكت. وبحسب القرار فإن 31 من ديسمبر هو الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأعمال. فاز السوحلي وديا على ضيفه الخمس بهدفين لهدف في مباراة تحضيرية للفريقين لما تبقى من منافسات هذا الموسم. المباراة التي استضافها الملعب الجانبي لنادي السوحلي جرب فيها مدربا الفريقين أكبر قدر ممكن من اللاعبين للتعرف على الجاهزيتين البدنية والفنية بعد فترة طويلة من توقف مباريات المجموعة الثانية، وهو ما اشتكى منه الفريقين عقب انتهاء المواجهة. مباراة ودية في نهاية موسم مش عارف لينا احنا تقريبا بنحكوا توا احنا على فريقنا اللي هو فريق السويحلي في حدود شهرين وشهرين او اكثر احنا ما لعبناش في الدوري. ممكن لعبنا مباراة واحدة في الكاس تقريبا اللي لعبناه في شهر رمضان. يعني نهاية موسم وتجي تلقى الفرق قاعدة تدير في مباريات ودية، فهذا شيء حقيقة أنا أقول لك حاجة يفترض أنه ما كانش موجود، لأن احنا الآن في نهاية موسم يفترض أن النضج التكتيكي والفني وصلنا لقمة التكتيك وقمة النضج البدني الجانب البدني، فهذه الأمور نقول لك حاجة انفرضت علينا كأندية حقيقة. أعلن الاتحاد الليبي لرفع الأثقال إيقاف نشاطه حتى إشعار آخر بسبب ما وصفه بالوضع المالي السيء الذي يمر به اتحاد اللعبة. الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك أوضح البرامج التي نجح في تنظيمها طيلة الفترة الماضية من بطولات محلية لأكثر من فئة ومشاركات إقليمية، فضلا عن دورات المدربين دون أن يتلقى ما تم إعداده من ميزانية نهاية السنة الماضية، ليتوقف بالتالي نشاط الاتحاد حتى إشعار آخر. يشارك منتخبنا الوطني للقوة البدنية ببطولة اللعبة التي ستقام بجنوب إفريقيا بداية من 5 يونيو القادم، ويشارك منتخبنا بعدد 5 رياضيين يمثلون بهذه البطولة وهم عدنان نطلوبة، سني فنير، وعبد الله هاجر، وإسلام مرواس، وخليفة الحاسي، إذ يواصل منتخبنا استعداداته للمشاركة بالبطولة تحت قيادة المدرب الوطني طارق مخلوف بصالة نادي مخلوف الرياضية بمدينة بنغازي. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للعبة اختار الحكمين الليبيين رفيق الكوافي وخالد مخلوف للمشاركة بالبطولة. أخيرا، تجنب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الحديث عن فشل صفقة انضمام كيليان مبابي لفريقه، معلنا تركيزه ولاعبيه على مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم.
المدرب الإيطالي وأبدى احترامه للاعب الفرنسي والقرار الذي اتخذه دون أي فصيلة في تعليقه من خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه بشكل أكبر عن استعدادات الريال لنهائي تشامبيونز ليج الذي قدم فيه الفريق موسما مميزا قبل الوصول إلى المباراة النهائية. وبتعليق كارلو أنشيلوتي وصلنا مشاهدينا لختام جولتنا الرياضية. إلى آزم ومروة من جديد تفضلا. شكرا لك مازن. اشتعلت نيران في شاحنة وقود خلال تفريغها شحنتها بمحطة وقود شارع البيبسي في منطقة الوفيهات بمدينة بنغازي. وتبين مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على الحريق بعدما قام سائق الشاحنة بإخراجها من المحطة حتى لا تنفجر داخلها. تبدو مشاهد الفداء مريعة حابسة للأنفاس عندما تكون جزءا بفيلم من الأفلام الشهيرة، لكنها مثيرة للدهشة وهي ضمن فيديو التقط في عالم الحقيقة لشاب أنقذ حياة مئات من أبناء مدينته. راه والله سيارة الوقود راهي قنبلة هو كم شفتوها لايف. عبد الله المجبري ابن مدينة بنغازي حامل القنبلة الموقوتة من أزقتها إلى فضاء عزل من خلاله بين شاحنة الوقود وبين المواطنين، بل بين حياتهم ومماتهم. طافت قصة المجبري مواقع التواصل الاجتماعي والناس تشيد به وبموقف وصفوه بالبطولي وكيف قاد شاحنة وقود تلتهمها النيران مقدما حياته للخطر وحافظا لأرواح الآخرين. كانت مؤسسات الدولة شرقا وغربا حاضرة في الإشادة غائبة في تحمل مسؤولياتها كما رآها مراقبون يقولون إن انعدام تدابير السلامة هو ما عرض حياة المجبري والمواطنين لكارثة وشيكة. ورغم محاولات المجبري تخفيف الأضرار إلا أنه ثمت إصابات لحقت بممتلكات مواطنين إلى جانب إصابات بشرية مختلفة، ما دعا شركة الخليج لإعلان استعدادها التكفل بعلاج المصابين خارج ليبيا. ينتقد كثيرون إدارة الدولة للأزمات بعد حدوثها ويرون أن السلطات شرقا وغربا يتوجب أن تكون متجهزة دوما لأي حادث من أي نوع كان، تجنبا لخسارة أرواح بريئة أو ممتلكات خاصة على حساب غياب تخطيط الساسة وأجهزة الكوارث والطوارئ. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية النشرة. نعم آزم، نترككم الآن مع أهم ملفات الليلة مع الزميل نبيل دخيل. إلى اللقاء. استقالة عدد من أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب وتأكيد دبيبة على إجراء الانتخابات وعدم السماح بعرقلتها. أسباب وتوقيت ودلالات الاستقالة ووقعية تصريحات رئيس الحكومة نناقشها في حوار الليلة بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا.